انا عرفت برنامج اطفال وليكن عن طريق الطفله مكه عن طريق النت، وشفت حضرتك يعني ساعدتيها ازاي وكده، وانا لفيت كتير بسليم من ساعه ما اتولد، وعملت له عمليه وطلعت غلط ان هي اصلا ما كانش المفروض تتعمل، فلفيت كتير، في ناس قالت لي ينفع يعمل عمليه، في ناس قالت لي ما ينفعش وكده، فانا كلمت حضرتك وحضرتك جيتي وساعدتيني وجبتيني هنا للدكاتره في مستشفى الحسيني وطمنونا يعني على حاله سليم، وانا نفسي يبقى كويس بس ويخف. اي يعني اي دور برد بسيط لو بيجي لطفل عادي ممكن يجيب له التهاب رئوي، ممكن يتعبه نفسه، واصلا يعني كفايه اي طفله صغيره بتشوفه بتبقى مستغرباه، اي حد صغير بيبقى شايفه ان هو حاجه غريبه، الاطفال اللي في سنه بيشوفوه ان هو حاجه غريبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنرحب بحضراتكم في مستشفى الحسيني الجامعي مكتب مدير الطوارئ دكتور ايمن حلمي. احنا النهارده موجودين عشان نتكلم عن حاله هي من حالات العيوب الخلقيه في الاطفال وتمس جراحه الاطفال بشكل خاص. هي بتبقى عباره عن عيب خلقي في تكوين الاوعيه الليمفاويه، بنسميها بالمصطلح الانجليش بتاعها سيستيك هيجروما. دي بيبقى عباره عن انسداد في احد الاوعيه الدمويه اللي هي الاوعيه الليمفاويه، فبيحصل تجمع للسائل الليمفاوي ذات نفسه داخل الاكياس دي، فبيعمل ما يسمى بالسيستيك هيجروما اللي هو اكياس ليمفاويه. احيانا الطفل بيتولد بالعيب الخلقي ده، واحيانا بيكتسبه بعد سنه او اتنين من ولادته، وبيبدا يظهر يعني موستلي او معظم الحالات بتبقى في حته الرقبه والوش ومنطقه الصدر من اعلى. بنبدا تقييم الحاله دي عن طريق ان احنا نشوف الطفل ذات نفسه، نستبعد وجود اي عيوب خلقيه تانية، ونبدا نعمل فحوصات للطفل ده. الحاله دلوقتي من الحالات الصعبه جدا في المرض ده، لان طبعا الورم ده موجود في اعلى الرقبه واخد منطقه الوجه، وكمان داخل على منطقه الفلورز ماوس او الارضيه الماوس البق ذات نفسه، وداخل على الغده اللي هي موجوده تحت الودن، تمام، الغده النجفيه. خطوره الموضوع ده في حاجتين، هو اولا ورم حميد مفيش مشكله منه انه يقلب كانسر او حاجه وحشه لا قدر الله، انما مشكلته في حاجتين. اول حاجه انه ضاغط على القصبه الهوائيه ذات نفسها، وده طبعا لو نلاحظ صوت الولد وهو بيتنفس في صوت كده زي حشرجه. الحاجه الثانيه ان مكان وجوده ذات نفسه في الغده النكفيه ده فيه خطوره، لان في العصب الوجهي اللي هو بيعدي من هنا من الغده ذات نفسها وبيبدا يدي البرانشات بتاعته او الفروع بتاعته اللي بتغذي عضلات الوجه اللي هي بتاعه الحركه وبتاعه النفخ وبتاعه البق كده، فاي تدخل جراحي في حاله زي كده ممكن ياثر بالسلب على العصب ده، وغالبا ممكن يحصل له مشكله. عشان كده احنا ما بنحبش التدخل الجراحي في الحالات اللي زي كده بالذات اللي هي واخده الحته بتاعه البروتيد جلاند اللي هي الغده النكفيه دي. بس احنا بنعمل طبعا رنين مغناطيسي للطفل عشان نشوف هل هو، لان سيستيك هيجروما دي في منها انواع، في ماكروسيستيك اللي هي اكياس كبيره شويه، وفي مايكروسيستيك اللي هي بتبقى اكياس صغيره. طبعا دي ليها لاين اوف تريتمنت، ليها طريقه علاج، والتانية دي ليها طريقه علاج تانية خالص. دي غالبا بتستجيب للحقن والتانية غالبا بتستجيب للجراحه. واولا عامل رنين مغناطيسي بس هو قديم شويه، مش موضح الدنيا كويس ومش مدينا الابديت بتاع حالته لحد دلوقتي، فاحنا اول حاجه محتاجين نعمل رنين مغناطيسي تاني. مشكلته في موضوع التخدير، هو عشان يعمل رنين مغناطيسي محتاج ياخد انستيزيا او بنج، هو طبعا الورم زي ما احنا شايفين كبير قوي وضغط على القصبه الهوائيه، فده هيحتاج سبيشال بروسيدور ان هو يتعمل له حاجه اسمها فايبر اوبتيك، يخش من دكتور التخدير من البق اندر فيجن كده لحد لما يوصل لحد القصبه الهوائيه عشان يعرف يدخل فيها التيوب بتاعته. غير كده طبعا هيبقى صعب جدا انه يتركب له انبوب. وبعد ما يعمل الرنين ويبين لنا بقى الرنين ده واتش تايب، يعني اي نوع من السيستيك هيجروما، هنبدا نشوف بقى هنتعامل معاه ازاي. هو طبعا تقييم الحاله العامه بتاعته ان هو مثلا نعمل له فحوصات زي صوره الدم وسيوله في الدم، لان الكيس ده وارد انه يحصل فيه التهابات متكرره زي ما هو عامل له دلوقتي في بقه وعامل له في الحته دي، زائد ان هو ضغط على القصبه الهوائيه ممكن يعمل له مشاكل. التدخل الجراحي ممكن ما يبقاش تدخل جراحي. بصي، هو الفكره كلها ان السيستيك هيجروما او الورم الليمفاوي ده ما بيحترمش التشو لينس اللي هي مثلا احنا عندنا في الجسم في طبقه الجلد، طبقه تحت الجلد، طبقه العضلات، طبقه في حاجه مثلا اوعيه ليمفاويه اوعيه دمويه، في اعصاب. السيستيك هيجروما دي بتخش زي الحاجه كده ما بين كل الانسجه دي،
فبيبقى التدخل الجراحي فيه ريسك شوية، أولا على الامبورتانت ستراكشر اللي بتعدي في الحتة دي زي الأعصاب، زي العصب الوجهي، زي مثلا العصب اللي هو الحائر، زي ما أعرفش الحاجات دي كلها. الحاجة التانية إن هو عشان تقولي إن أنا هخش أشيله كله من مرة واحدة بيبقى صعب شوية، لأنه زي عنقود العنب اللي هو أنت شلت الحتت الكبيرة بس بيبقى فيه حتت صغيرة قوي، بعد لما تشيلي الأجزاء الكبيرة دي ممكن هي ذات نفسها تكبر وتكون تاني نفس المشكلة. إن احنا هنعمله تقييم، هنعمله رنين مغناطيسي، هيتم هنا في المستشفى إن شاء الله. الحاجة التانية بناء على الرنين ده هنشوف بقى اللاين أوف تريتمنت أو خطة العلاج بتاعنا هنعمل إيه. ممكن أول حاجة نبدأ بموضوع الإنجكشن، على أساس إن احنا بنحول الحاجات الكبيرة دي لحاجات فايبروز متليفة قوي، بحيث إن يسهل على تدخل الجراح إن هو يشيلها من غير ما يعمل جرح كبير، من غير ما يحصل تجمع تحت الجرح بعد الجراحة. يبقى مثلا بدل ما هو الورم بالشكل الكبير ده يبقى حاجة صغيرة كده ممكن نخش ونشيلها بسهولة من غير ما نعرض الأعصاب المهمة والأوعية الدموية المهمة لخطورة. بس فهو ده اللي هيتبع في حالته يعني، وان شاء الله حالته تتعمل ونطمن مامته وباباه يعني ان شاء الله يبقى حالته يعني مش اوعده ان هو يبقى 100% كويس، بس ان شاء الله تتعمل والولد يبقى كويس اللي هو يعني ممكن توصل ل 80%.